هل العالم سعيد أم أن كورونا زادت العالم بؤساً؟ تساؤلات حاول الكثير الإجابة عليها قبل نهاية عام 2021 ورصد توقعات لعام 2022، ولكنه على ما يبدو كان عاماً مختلفاً ورأينا فيه الكثير ممن لم يتوقعه أحد. واليوم سنعرض لكم الكثير مما حصل في عام 2022، لذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. رحلات إيلون ماسك للفضاء. أطلقت شركة سبيس إكس 4 مدنيين إلى الفضاء في مستهل أول مهمة مأهولة على الإطلاق إلى المدار دون أي رواد فضاء محترفين على متنها، وتمثل هذه المهمة التي يطلق عليها اسم إلهام 4 أحدث غزو خاص للفضاء. فقد تنافست شركات مثل سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك لتطبيع سياسة الفضاء، إذ لن تقتصر بعد الآن على رواد الفضاء الحكوميين فقط. وانطلق صاروخ فالكون في الوقت المحدد من منصة الإطلاق 39A التابعة للشركة في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، محلقا من الساحل الشرقي لفلوريدا. يوجد داخل الكبسولة رجل الأعمال الملياردير جاريد إيزاكمان، وهو طيار مدرب ومؤسس شركة عالمية لمعالجة المدفوعات، وثلاثة آخرون اختارهم ودفع تكلفة ركوبهم معه. دخل الطاقم داخل الكبسولة في الجزء العلوي من الصاروخ، وهي المركبة الفضائية التي أرسلت 4 رواد فضاء حكوميين إلى محطة الفضاء الدولية منذ ما يقارب السنة. تعد المهمة بمثابة جمع تبرعات بملايين الدولارات لمستشفى سانت جود للأطفال، وتبرع إيزاكمان بمبلغ 100 مليون دولار للمستشفى، يهدف من خلال مهمة إلهام 4 إلى جمع 100 مليون دولار أخرى. ولم يكشف إيزاكمان بعد الذي يمول معظم المهمة كم دفع مقابل كل مقعد من المقاعد، ولكن عادة يكلف المقعد ما يقرب من 55 مليون دولار لكل فرد. وتم تصميم الكبسولة لمهمة إلهام 4 من أجل تجربة سياحية أكثر مما هو متاح لرواد فضاء ناسا. فيروس جديد. تسبب تفشي كوفيد-19 في ارتفاع أعداد الأشخاص المصابين باضطراب الوسواس القهري في العالم، فقد تنام الخوف المفرط من التقاط عدوى كورونا وفقا لما أكدته دراسات طبية عديدة. ومع انحسار فيروس كوفيد-19 نسبيا وتأقلم الناس مع وجوده، اتجهت الأنظار لكيفية جعل الناس يتخطون وسواس كورونا ليعودوا لحياتهم الطبيعية، إلا أن المفاجأة كانت بعودة ظهور فيروس جدري القرود. جدري القرود هو عدوى فيروسية يسببها فيروس جدري القرود الذي ينتمي إلى فصيلة فيروسات أورثوبوكس. إنه قريب الصلة من فيروس الفاريولا الذي يسبب مرض الجدري، ولا يزال المصدر الأصلي لهذا المرض غير معروف، ولكن يعتقد أنه من المحتمل أن يكون مصدره من القوارض. القرود والبشر عوائل عرضية، وعادة ما تنتقل عدوى جدري القرود من خلال ملامسة سوائل الجسم المصابة أو اللدغات. ويرى الكثير أن ذوبان الأنهار الجليدية سيكون السبب وراء انتشار أنواع جديدة من الفيروسات في 50 عاماً القادمة. وبالفعل اكتشف العلماء عدداً من الفيروسات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل في مناطق ذوبان الأنهار الجليدية. المناخ. يشهد عام 2022 ضغوطا متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر طموحا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري على الأرض. يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه محللو سياسة المناخ من أن الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس هو أول اتفاق عالمي بشأن حماية المناخ المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية يزداد بصعوبة. قالت إنجر أندرسون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عام 2022 يدور كله حول التحول إلى وضع الطوارئ،
يتوقع خبراء الأمم المتحدة أن تكون بعض قضايا المناخ والطبيعة على رأس الأولويات هذا العام، مثل خفض الانبعاثات ودفع تكاليف الخسائر والأضرار المناخية. وتشير التوقعات إلى أن الانبعاثات العالمية في عام 2030 ستظل تقريبا ضعف ما هو مطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. ضربت مجموعة من الكوارث البيئية العالم في أول 7 أشهر من عام 2022، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة وفيضانات في البرازيل وإيران، مدغشقر، الهند وبنغلاديش، فضلا عن تساقط الثلوج بغزارة في تركيا وباكستان، الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وحرائق غابات في إسبانيا والأرجنتين، وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بأوروبا، وكذلك انفجارات بركانية في بركان وولف في الإكوادور ودولة تونغا في المحيط الهادئ. تسببت الأحداث المناخية القاسية من موجات الحر الحارقة بهطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي في اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم هذا العام، مع مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وفي الأشهر الماضية تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات كارثية في بنغلاديش، كما اجتاحت موجات الحر الشديدة أجزاء من جنوب آسيا وأوروبا. في غضون ذلك ترك الجفاف الذي طال أمده الملايين على شفا المجاعة في شرق أفريقيا. غزو الجراد للهند. أدت موجة هجمات من الجراد الصحراوي إلى تدمير ما يقارب 50,000 هكتار من الأراضي الزراعية في غرب الهند ووسطها، وهذه أسوأ هجمة جراد تواجه البلاد منذ أكثر من 3 عقود. استدعت إرسال طائرات من دون طيار وجرارات زراعية وسيارات لتعقب هذه الحشرات الشرهة ورشها بالمبيدات الحشرية. وفقاً لوكالة أسوشيتد بريس، فقد كانت ولاية راجستان بوسط البلاد الأكثر تضرراً، حيث تهاجم الملايين من حشرات الجراد المحاصيل منذ أبريل، ووصلت أسراب الجراد مؤخراً إلى مناطق لم يسبق رؤيتها فيها، وشوهدت وهي تشق طريقها عبر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في ولايات البنجاب وماديا براديش وجوجرات أيضاً. إن الهند لم تشهد أسراباً من الجراد بهذا الحجم منذ عام 1993، وأعداد الحشرات سريعة التكاثر يمكن أن تنمو بشكل كبير قبل أن يحد الطقس الجاف من انتشارها. وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة العالية هذا العام ساعدت الجراد على الانتشار بسرعة أكبر، وإذا لم يتم السيطرة عليها فإنها قد تشكل ضرراً بالغاً لإمدادات الغذاء في الهند. الزلازل المدمرة. قتل ما يقل عن 1,000 شخص وجرح 3,000 آخرين جراء هزة أرضية وقعت شرقي أفغانستان. دمرت مئات المنازل نتيجة الهزة التي وقعت في إقليم باكتيك الجبلي، وهذه أشد هزة أرضية تضرب أفغانستان على مدى عقدين من الزمن. وقعت الهزة نتيجة توتر تراكم نتيجة اصطدام الصفائح الهندية والأوروآسيوية، وبلغت قوتها 5.9 على مقياس ريختر وفقا للمساحة الجيولوجية الأمريكية، وهذا يساوي تقريبا 475,000 طن من الديناميت، أو 37 ضعف الطاقة المتولدة عن القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما. رحلات ناجحة إلى الفضاء. عاد الملياردير جيف بيزوس إلى الأرض بعد أن حقق حلمه في السفر إلى الفضاء في أول رحلة مأهولة لسفينته الصاروخية نيو تشيبرد. وأمضى بيزوس وبرفقته شقيقه مارك بيزوس ووالي فونك إحدى الرائدات في سباق الفضاء التي تبلغ من العمر 82 عاماً، وطالباً يبلغ من العمر 18 عاماً، بضع دقائق على ارتفاع 107 كيلومترات وراء خط كارمان، وهو الخط الفاصل بين المجالين الأرضي والفضائي. سافر الجميع إلى الفضاء في كبسولات ذات نوافذ كبيرة، مما يتيح لهم مشاهدة مناظر خلابة للأرض. وقد تمكن الرواد من تأمل كوكب الأرض من الفضاء عبر هذه النوافذ الكبيرة التي تحتل ثلث مساحة المقصورة. وقالت فانك عبر البث الصوتي المباشر من الكبسولة أن كل شيء أسود هنا،
بعد أن وصلت الكبسولة إلى أقصى ارتفاع لها وهو حوالي 106 كيلومترات، بدأت في الهبوط في رحلة العودة. وقد نزلت الكبسولة في سقوط حر قبل أن تنشر 3 مظلات ضخمة لتهبط بسلاسة في الصحراء بعد رحلة استغرقت حوالي 10 دقائق. ولكن بعد التوقعات الكثيرة يبدو أن بعضها يتحقق خلال النصف الثاني من العام 2022. ظهور الكثير من التقنيات الحديثة وانتشارها، وعلى هذه التقنيات شبكات الـ 5G التي ستجعل استخدام الانترنت أسهل وأسرع، وأيضا الاستغناء بنسبة كبيرة عن استخدام كلمات المرور واستبدالها بالمجسات الحيوية. على صعيد الاقتصاد والعملات الإلكترونية سيكون لها مجال أكبر، وبالفعل الكثير من الدول اعترفت بعملة البيتكوين كعملة رسمية. وفي المجال الطبي شهد عام 2022 الكثير من النجاح والتقدم في مجال الاستنساخ، وليس هذا فقط ولكن أيضا استنساخ بعض الحيوانات المنقرضة بحلول نهاية العالم، فمن المحتمل أن نرى الماموث المنقرض. وأخيرا بخصوص الفقر والأموال في العالم، يتوقع أن تزيد الهوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء وتتغير معايير الرفاهية بالنسبة لكثير من البشر في العالم وتنحصر في تسديد الاحتياجات الأساسية، أو ربما يكون هذا هو سبب الكثير من التوتر والمشاكل التي قد تصل إلى الحروب بين الدول. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.